21 صفر تسعود 25 75. هذه النمره ديالك لشي واحد بغا يتواصل معاك في هذا النمره هذا. وليد ما يبانش عفاك يبقى وراك. فالله يدير لك شهوة الخير. امين. بارك الله. بسم الله. فقبل ما نبدا مشاهدي قناه شوف تيفي نحكي لكم هذه القصه ديال هذه السيده اللي معنا في الصوره، او هي غتحكي لنا بالتفاصيل. نخلي لكم الرقم الهاتف في التعليقات، شوف العنوان اللي بغى يتواصل معاه. فهذا هو الرقم 0621 09 25 75، 0621 09 25 75. في قصه اللي خاصنا نوقفوا معها، قصه اللي خاصنا صراحه نتعاطفوا معها سواء ماديا سواء معنويا، بحال القصص اللي خاصنا نوقفوا معها خصوصا في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر اللي كنكثروا فيه من الصلاه، كنكثروا فيه شحال من حاجه كتقربنا من الله سبحانه وتعالى. فهذو هما الاعمال اللي خاصنا نديرو. هاد السيده قبل رمضان شحال من يوم ولا عاودي لي هادشي؟ عاودي لي اختي بالتفاصيل، سمحي لي واحد الدقيقه. قولي شهرين باش خرجتي. اخ عاودي لي شنو وقع. خلي ما بغانيش نولد، انا عندي السكر السياتيك وكنشرب داك الدواء ديال السياتيك، ما واخا درت العمليه كانوا كنحمل، كنلقى راسي حامله، كيجري عليا كيقول لي خرجي عليا غرقتيني ولاد. العلم انا اللي كنخدم، انا اللي كندير فراشه في الزنقه باش نوكل وليدي. هادشي ملي لقيت راسي حامله بهاد البنيه ما بغيتش نحيدها، عيا فيا حيديها شربي هادي شربي هادي ما بغيتش. قلت له شوف مادام ربي انا درت العمليه ودرت شحال من مانع وربي عطاها ليا ما نقدرش نحيدها من كرش، ضربني وتكرفص عليا وخسر ليا وجهي ومشيت للسبيطار، قالوا لي الجنين غيموت وخيطت وجهي وخيطت يديا وشدوه مع في يومين ثلاث ايام وطلقوه. وملي مشيت تقدم هو للمحكمه ديال عين السبع ما عرفتش علاش طلقوه، على العلم ضاربني، على العلم عندي 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 هذيك الشهاده الطبيه فيها اكثر من 25 يوم. ضربك مباشر بنيه؟ قال لي لا غتحيدي داكشي اللي في كرشي. واخا انت اللي كتخدمي واخا انت اللي مكتوب. انا اللي كندير كلشي، كلشي عارفني، كلشي عارفني. علاش هاد السيد كيدير فهاد مبلي كيقمر كيدير الكيف كيدير كاع البليات الخايبين، وملي ما يلقى والو يبيع لي الفراش اللي في الدار يقول لي خرجي تخدمي. كون كان عنده الجهد كون ما كانش كيخاف من المخزن كون باع لي شي واحد من ولادي. ما كيبغيش الدراري، ما كيبغيش ولادو، ما كيبغيش ولادو حيت كيخليهم بالجوع. بحال دابا صيفط شي واحد من عائلته صيفط لي شي حاجه كياخذها وما يقولهاش ليا، وانا وليدات شي خاصني ليكوش خاصني الحليب خاصني نوكلهم. اربعه د الوليدات، واحد عنده 9 سنين واحد 7 سنين واحد 3 سنين ونص وادي عندها عام لا دارت كلهم باقيين صغيوين. ملي كتشوف وليدات كيعانيو وفهم المفروض انه يعاونهم ما مسوقش بهذا العباره، ما مسوقش كيكون تخيل ناعس وانا بنتي مريضه فيها السخان. انا ولادي كنولدهم على 7 شهور حيت انا فيا السكر، كندير 6 شهور كنعس في السبيطار، كلشي عارفني هنايا، هادي دارنا هنا فين تربيت وهنا فين عشت مع ميمتي. قلت غنتزوج زعما باش نحيد الهم عليها، الساعه جبت لها 4 وانت ما كتشوفوا البيت قداش. كاينين جوج خواتات اخرين، وحده عندها 30 عام وحده 34 عام، وحده مريضه مسكينه عندها مرض نفسي هادي بلا يستها، والاخرى مسكينه كتخدم في الديور هادي بلاصتها. انا وليداتي كنعس هنا، وليداتي بربعه كنعس انا وياهم هنا. انا فضلت نجي نعس مع ميمتي هنا وليداتي على نبقى معاه، حيت كيعنفني لفظيا كيهضر معايا بهضره خاسره ديال الزنقه. وليداتي مساكن كيكونوا ناعسين كيدخل المخمور كيبدا يعاير ويغوت ويسب هاري ليا هاري ليا. انا ما عنديش شي بالمره الاولى ما كانش بحال هكا. انا كان فايت ليا الزواج، كنت صغيره تزوجت بواحد راجل كبر مني، دوزت معاه ما عرفتش عام ولا عامين كيسحب لي هنا عاقره ما كنولدش، ما ولدتش معاه طلقني. ملي طلقني جيت عند ميمتي خدمت عليها وجلست معاها. هاد السيد قالوا لي هذيك السيده راه عاقره ما كتولدش وعندها الفلوس وراه كانت في السعوديه. انا حيت فاش تزوجت مشيت للسعوديه، راه عندها الفلوس راه عندها. فعلا انا كانت عندي واحد القدر ديال الفلوس، الراجل اللي تزوج بيا باش طلقني عطاني واحد القدر مؤخر الصادق. انا جيت دفعت دويره في رياض الولفه باش نسكن انا وميمتي وخوتي، دفعت 7 المليون وجوج المليون كنت مخبعاها باش المكنه ديال الضو والماء وداكشي. هو نصاب، انا ما كنتش عارفه. لقمع. هو نصاب تلقى ليا
بغيت نتزوج بيه، كنت باقا صغيره وانا يتيم ما عنديش والديا، ميتي ليا وانت ما عندكش باك وما فحالكش، اجي نتزوجوا. انا كنت باقا صغيره ومطلقه وداكشي، كتعرف المجتمع ديالنا، وحده مطلقه هي خرجت هي دخلت، قلت الله ما نسر راسي، جيت عند امي مسكت، قلت لها امي هاد السيد راه بغاني، وخا انا عاكره ما كنولدش راه بغى ياخذني. قالت لي بنيتي شوفي سولي عليه، قلت لها صافي يا امي، ما فين ما يجي شي واحد كيقولوا لي راه مطلقه وعاكره ما كيبغيش، خليني امي نفتر راسي. تزوجت انا وياه الشهر الاول بان العيب، ما خدامش، كيكذب عليا، كيقول لي انا خدام هنا، كيمشي كيغبر كيجي كيقول لي انا راه خدام هنا، كيجي معاه شي حاجه كنقول انا راه خدام. الشهر الاول الشهر الثاني صدقت كنولد خسر ليا، هذاك الاول خسر ليا، الثاني تصدم ملي خسر ليا بنادم، انا تصدمت، انا مشيت عند الطبيبه قالت لي انت راه كتولدي راه ما عندك والو، انا تصدمت، واخا امي واخا انا تصدمت، ولكن ملي لقيت راسي كنولد فرحت، ما قدتني فرحه خويا، راه بحال ملكت الدنيا ملي لقيت راسي كنولد. صافي كملت معاه هو شويه وانا شويه هو شويه، وبدا كيبين العيب. انا هاد السيد بحال كان داخل على طمع، فوالا قال لي شوفي انا عندنا الارض في العروبيه، انت دافعه خديتيها الدار، ما غنقدرش نخلص لك انا الطريطه 30000 ريال، اللي غنخلصها راسي. قال لي شوفي خدي فلوسك وهاريهم نصلحوا بهم الدار ونبنيو بهم حاجه كنديرو طواليط ونقادوها ونصيبوها، وعندك النص في الدار يعني رزقك، هما عشوائيين ساكنين في العشوائي. قلت لي واخا، مشيت خديت فلوس يا خويا، وحق الله العظيم حتى 7 المليون، راه خوتو عارفين وعمام وعمات وعارفين كلهم عارفين. مشينا سكنا تما في ديك العروبيه، صلحت بنيت، فرشت، قاديت، ما خليت ما درت، اللي بقى خدا به موطور السيد وي تقلب عليا. صافي ما كاين العصا والسبان والضرب، خرجي سيري بحالك، جيت بحالاتي بجوج الوليدات، عاوتاني جا بدا كيطلب ويرغب وبغات لي عيني وبغات لي صحتي، ورجعت عاوتاني نفس المشكل، مشيت عند الطبيبه قالت لي انت حامله، ما عندي حتى ورقه، انا عطيت الفلوس، قال لي قسما بالله راه بيني وبينو حتى قدام الله، قال لي شوفي حقك في هاد الدار، قلت لي وكتب لي حقي، قال لي تنبيعو نكتب لك حقك، كل نهار يقول لي انا غنكتب لك حقك، قلت له شوف عرفتي اش غدير، ملي غتبيع عطيني غير 7 المليون، بركة ديالتي رزقي على كتافي، عطيه ليا. ملي بغاو يبيعوا هو وخوتو، قال لي نوضي سيري بحال هكا، خوتو ولا ما كيحملونيش خوتو، كيحملوكش السيد، مابقاش قادر على المسؤولية، ما عمرو ما كان قاد عليها، انا كنت كنضرب مع الوقت وكنت كنكافح وكنت كنجي عند امي انت هي اللي عطاوها للمحسنين كتفرقوا معايا، القفاد رمضان كيعطيوها لها كتفرقها معايا، وما عندي ما ندير، انا كنمشي عند الطبيبه كندير العمليه باش ما نولدش وكنحمل، كنقولوا بعد مني صافي عطيني شي ساعه انا عندي مشكل، ما عرفتش قالت لي البويضات عندك بزاف ولا ما عرفت شنو، المهم كنحمل. انا ملي حملت بهاد البنيه هي فاش تكفص عليا وجرى عليا عاوتاني، ودرت طلاق شقيق وطلقت منه، خديت طلاق شقيق وطلقت راسي، جا بدا كيطلب ويغب ويزاوق ويجيب الناس وكذب على خويا، وانا غنكتب لها حقها، ومشى عند واحد المحامي قال لي صافي انا غنكتب لك حقك يلا نمشيو عند العدول، وفعلا مشينا عند العدول وكذب عليا، قال لي انا غنكتب لك حقك، وبدا كيعمر الوراق، انا ما قارياش ما كنعرفش نقرا نكتب، وبدا كيعمر ليا في الوراق، وانت انا كتبت لك حقك وانا عطيتك حقك، رزقك اللي كتب مبلي وطماع وكذاب مبلي. اخر مره شاف ولادو دابا جايه شهرين مش زادر ليا الشوهه هنا في الدار، بغى يديهم، قلت ليه ما تديش ليا ولادي، بغى يدي لي قال لي خرجت يدي على راسي، خليت حويجاتي خليت كل شيء تما، ملي جرى عليا كيعيط شي حد، ماشي مشكل خليه السيد شنو بغيت تقولي لي الا كان كيسمعك؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل، وما نسمحش ليه في رزقي، حيت هذاك دمرني، كون خليت ديك الميحيل كون راني مجموعه فيها انا ووليداتي، كون خليت ديك السكينه كون انا ووليداتي فيها، انا دابا انا شوف فين كنعس قسما بالله، هادي بلاصتي انا ووليداتي، امي مسكينه قالت لي ما تمشيش، كريهه بالله قسم الله
انت كتخدمي تيجيبك الله شي ولد الناس ولا خرجي برا الدريه كانت قبل ما ناخذو كانت كتقول لي هذا الشيء ولات حاجهك في عمر السكر تخنط عليها الامراض ولا هذا قدر الله سياد شيك دابا بنتي انا مركبه الانسان يرضى بقضاء الله وقضاء الحمد لله لا لا عرفتي غادي تقول لك هما ياكلوا وهي تبقى بالجوع ولادها هما ينعسوا وهي تبقى واه جالسه كتموت على ولادها والله الا كان جلس هنا ما بغيتش نسمح فيهم كلشي كيقول لي اعطيها حيت عندي ثلاثه ديال الدراري وبنيته كيقول لي خذي البنت وروحي ليه الدراري كنقول لهم ولادي ما نلحش ليه ولادي نطلب عليهم نبيع كلوتي بلسان وليدات كيفاش باش تقول لي لهاد السيد هذا الحشد هاد السيد باهم حيت باهم خاصو يوقف معاهم باهم خاصهم ما عندوش الكبده ما عندوش تقولي ليه ما عندوش بلسان وليدات ما عندوش الكبده ما عندوش الاحساس الكبده تخيل نقول لك غير حاجه بسيطه الا مرض ليا شي واحد فيهم وانا معاه في الدار مرض ليا شي واحد فيهم وفيه السخانه وكيتقيا وكنبقى نغوت وفلان نوض فلان ولدي كيموت كينعس كندي للطبيب ونجيب ونشري ليه الدواء وما عرفت شنو كنلقاه باقي ناعس في بلاصتو راه الاذان كيأذن والله عليا شاهد عيد انا ما كرهتش وحق الله العظيم طلبه وحده اللي كنطلب خوتي المحسنين ويسمحوا لي انا ما عيطت ليكم يعني راه ما بقاش عندي الجهد ولكن والله غالب بغيت غير فين نسكن انا وليدات ما عنديش الجهد باش نكري هنا في درب غلف ولا واخا ماما الدار اللي مشيت لها كيقول لك انت عندك بعض الوليدات ما كيبغيوش يكريو ليا بويت ما كيبغي لا كيشوفوني كيقول لي لا لا عندك وليدات صغار عندك وليدات فمشاهدي قناه شوف تيفي كنتمنى ان ها هو الرقم 0921 09 25 75 فكنتمنى ان هذا المباشر بارطاجوا هذا المباشر على الاقل يوصل الناس محسنين او ناس مسؤولين اللي غيوقفوا مع السيده اللي عندها 4 وليدات تبارك الله فالله يخليهم لها وتشوفوا ان شاء الله كيف ما بغات حياتها تقلبات مورا ما تزوجات بواحد السيد اللي كيف ما سمعتوا في هذا المباشر دخل على طمع دالها فلوسها وخلاها جرى عليها قبل رمضان مابقاش قادر على المسؤوليه كيف ما كتقول عمرو ما قاد على المسؤوليه صبرات على شحال من حاجه ومرحباش هاد السيد فكيف ما سمعتوا معنا كنتمنى ان هادشي تبارطاج هذا المباشر وان شاء الله يوصل شي واحد اللي عاونك اختي والله يدير لك شي تا هو الخير باذن الله تعالى.